اتهم وزير الطاقة الأوكرانية القوات الروسية المتواجدة في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا بتعذيب طاقم العمل من أجل تسجيل فيديو يخططون لاستخدامه لأغراض دعائية. وزير الطاقة قال إن معلومات الوزارة أفادت بأن الروس أجبروا إدارة المحطة على تسجيل اعترافات قصرية بهدف ترويج أخبار مزيفة عبر وسائل الإعلام الروسية من أجل خداع المواطنين الروس والعالم. وزير الطاقة الأوكرانية أوضح أنه تم احتجاز طاقم تشغيل المحطة كرهائن لمدة 4 أيام وفقا لتعبيره، مضيفا أن الموظفين باتوا مرهقين جسديا ونفسيا. ولفت إلى أن نحو 500 جندي روسي بالإضافة إلى 50 وحدة من المعدات الثقيلة تتواجد الآن داخل المحطة.